خلي حاملة، يا ربي تسمح لي هذيك العاقة المفرقعة المسخوطة هي اللي حاملة، ويمكن غادي قال هو واش غادي يقيدوا معانا شي واحد في الحالة المدنية. شوف شي حاجة، لأن هذوك توقعي منهم أي حاجة، الدار اللي ما فيهاش الحياة والحشمة وما فيهاش الخوف وما فيهاش الخوف من الله، اللي ما فيهاش الخوف من الله توقعي منه أي حاجة. كما داروا لأمهم هذيك، يا إما غتخبر شي يامات ولا غادي تولد ولا شي لعيبة في الناطق وغادي يلصقوه بديك السريعة ولا شي حاجة. ماشي هذه، أنا قلت ديك العاقة المفرقة هي اللي حاملة، أما ديك الشارفة الخانزة المافيا هذيك ما حاملاش. هي راها باغية سعاد، هي راها باغية سعاد تطلق، هي راها باغية سعاد تطلب طلاق. والله يا اختي كون كنت انا من سعاد حتى نطلب الطلاق. او سعاد الا والله طلقت زعما شنو غادي يتبدل؟ واش انت راه مخلياه ليها وسامحه ليها يا فيه؟ راه في الورقه ما مكتوبش من سعاد. لا شوف لا عليا لا صافي، لا لا خليه هكا، انا لو كان سعاد هكذا نخليه معلق هكا. الا اختي هو بغى هو يجي يطلقني هكا صح فيها، لحقاش هما داروا واحد الخطه لسعاد باش يرجع لها باش يدير التنازل لميمه، فهمتي كيفاش؟ ودابا آه يعني سعاد، وانا لو كان سعاد والله ما نمشي نطلب الطلاق، خليه هو يطلع ويهبط، هو يطلب الطلاق وهو يخلص النفقه وهو يخلص كلش. خليني ان شاء الله يخلص على ديك الساقطه اللي سقطت، يخلص على دوك الجوج، وكون انا من هانيت من ينسالي هاد الدعوه ديال العاقه تمشي تدفع باش يولي يجيب المصروف على حقه وطريقه، ما يجيبش السقاطه. اش بغات هي اوري ولا تاجيري؟ انت على السريعه تخشي معاها يجيب المقضيه ديال الصح وديال النفس ويعطيه للوليدات. الوليدات راه خصهم ياكلوا اللحم، خصهم ياكلوا الحليب، يشربوا طلابة. والبارح قالت لك خصني بيت، خصني انا بيت وهي بيت. السلام عليكم. وحده كتبقى سهره، كتبقى سهره، كتبقى سهره، وحده كتجي عادة سريعه وحده كتكمي، يعني ورا عندهم الصح. انت حمقه، راه انت اللي نعسي مع خوتك، ما هي راه خصها البيت فين دير داك الشيء اللي بغات، لان ما تعطيك حتى جوج ديال النهار. مقدر اختي سوسو والسريعه بتاعتهم كتقول لهم ما كانش السوارت. السوارت راه مغي شتيها فاش قالت على السوارت، كيفاش هذيك العاقه وجهها كيفاش رجع، فضحتهم غير بالفن. شتي هذيك السريعه كتفضحهم غير بالفن، غير بالضحك. كل واحد دار ساروته لبيته. انا كنعرف المراه راجلها اللي عندها الساروت، ما البز ما كيحتاجوش السوارت. اش بغيتي انت الساروت؟ انت راه ديجا عندك الفرقعه، اش بغيتي تستعمل؟ اشنو تخبي مثلا؟ والله الا انتي امراه وسير خصك تعلمي شي صنعه ولا قراي ولا شي حاجه. اش بغيتي السارو تسدي عليك؟ اش غادي تخبي؟ ايوا المراه وراه في صحتي كتشمل كيلو. عافاكم عافاكم، ما تعصبوش، خصكم تهضر بكل بروده، ما خصكمش تعصبوا. لا لا والله الحاجه الا كلامك هو الكبير، هاد القوم ديال الشلهبيه ديال اللي كيحضروا اليوم خص باباهم ماشي غير تعصبي، خصهم يا ريت وكل اللي يتفرجوا في هاد ما تعصبوش وهضروا بكل بروده وكلاس، باش يعرفوا الخانزات اننا حنا عارفينهم وحنا بعدا وماشي بحالهم، وعندنا وليداتنا وماشي عمايرات وطبيعي حنا ماشي بحالها. ماشي حنا بحالها، حنا تلوينا في المنطا وجينا بوحدنا بزاف عليها المتابعات وبزاف عليها يكونوا عندنا ولادنا بحال هكا معقين. اما ديك باغيه غير باغيه تعيش وتاكل مما كيما قالت، راه هذيك ما كيهمها الا الاعراض، ما عندها لا الدراع لا والو. المتابعين اللي كان فيهم جرام ديال الانسانيه وجرام ديال التمغربيت وجرام ديال الرجله وديال الاخر ما بقيش يشوفوهم. خلي باباهم يموتوا بالجوع ويشوفوا الميزيريه ويخدموا كي راهم الناس مقاتلين مع الغلا، مقاتلين مع البطاطا ومقاتلين مع الغلا ومقاتلين مع المدارس. يخرج ديك الشمس يشوف شنو واقع في الدنيا، ماشي يبقى جالس كيكذب علينا حنايا. مشيتي فيها ياسين، غتولي متناقضه حتى هي ولا شنو كيقولوا فيها؟ رجلي انت عندك راجلك، وانت لا عندك داك الشماته راجل. حنا هادو اللي عندنا خصنا نديرو لهم الاوسكار، خصنا نعطيهم السلام صباح وعشيه.
خانزين الربيع ما بقاش تفرجوا فيهم، اللي بغى يشوفهم يشوفهم عند الخزان، يشوفهم عند ناقد المنتقدين ايوب، ما بقاش يشوف الجمل. ها العرض ديال النبي المتابعين، بارك علينا احنا من الزبل، بارك علينا من العطو. عافاك ما تعصبيش ما تعصبيش، يقدر داكشي اللي وقع لشعاد يوقع لي انا في سعاد لالاها، وسعاد لالاها، راه سعاد ما وصلت ليها حتى ما... اسمعوني اسمعوني، اش قلت لقبيله الدريه صاحبتي؟ قالت لي راه ما عندناش الشتا في المغرب. قلت لي احنا راه عندنا الشتا والبرد. قالت لي احنا ما عندناش الشتا في المغرب. قلت لها انتوما راه واقيله الشتا ما بقاتش باغا تصب في المغرب، حيت هذاك الديوتي كاين في المغرب، حبس عليكم الشتا هذاك العام. هذاك عندها الحق والله، الا عندها الحق بصحني توقيله المغرب. ما تزوج بكريشه بديك المعفنه، بديك الضفدعه، يا ربي السلامات، زاد الغلا يعني كلشي غلا، المازوت كلشي نديرو راهو فايحسن عليهم يا ربي السلامه. الحمد لله، قولوا الحمد لله، واخا الغلا كاين الخضره وكاين كلشي، واحد شويه ما تبقى حتى حاجه، جاب الغلا ما الحمد لله. بعدا اختي هذه غير بوحدها يا ربي، خاصها تخرجوا يرجموها الناس والله يا اختو، كون كاينه في مدينتي حتى تنديرها انا بعدا الا شفتها. لبسه نصكم البارح في اللايف، عرفت شي واحد عنده الكائن ساكن في الكاريان، وكنعرف شي واحد في الكاريان، بزاف عليها الكاريان، بزاف عليها الكاريان. لا هذا الكاريان راه خرجوا فيها دكاتره وفيه وخرجوا اساتذه وبزاف الناس واطباء، بزاف عليها الكاريان. هي مني بالعكس، وكون والبارح خارجه بالتريكو نصكم، والله نحرشها عليها نوريها تجيب. ما عرفتيش علاش خرجت بالتريكو نصكم باش تجيب مشاهدات؟ وبلاتي خارجه بنصكم كاع عامر بليطاش ودايره الزيفت النص ديال شعرها. قالت ليها وحده ولا معناتها واحد قال ليها علاش خارجه دايره الحجاب بحال هكاك، وهو يقول ليها عجباني بحال هكاك المفرقع بوكريشه. قلت ليها ماشي عجباني، راه شويه سعاد، عرفتي كيشوف سعاد كيولي ما عرفت شنو، راه شويه سعاد. اما هذيك راه غير رويده السكر والسريعه، حيتاش منتوفه ما عندها حتى الزغف في الشعر، كتبين غير القدام، غير الجبهه كتبين اللي فيها الشعر، اما الشعر الاخر هو كليه التونه. او ما شفتيش انت يا ملي كاملي جات زعما عروسه وركبات، وما شفتيش هذيك حتى واحد ما لاحظ هذه القضيه؟ قولي هذا دابا تلقوا بيناتو وبينات الشبار، غير حيدت داكشي ولات بحال مبارك في الكوزينه. مع احتراماتي للناس الكبار، سمعوني، مع احتراماتي للناس الكبار، والله العظيم ما كنهين حتى شي واحد ولا ندير بشي واحد ديال جداواتنا على راسنا وعيننا. اختي الناس الكبار عيالات جداواتنا، عيالات جداواتنا، ومنهم لاله مازال في الحياه، الله يخليها ليا والله يخلي لكل الناس اللي جداواتهم باقين في الحياه. والله العظيم يتفكراتني في الجداوات فاش كيديروا الحنه لشعرهم وكينشفوا شعرهم ويطلقوا شعرهم، فكراتني بحال هكا ملي شفت شعرها مطلوقه انايا، بان لي شعرها كامل احمر بحال لا مديوره ليه الحنه، وبحال العيالات الكبار. وداك هو هذاك اللي تلقاتو اللور شنو يعني الفوق، رجعوا الفيديوهات القدام الفوق الشكل، وسميتو هذاك اللي مطلق الشكل بحال هذوك ديال الموليكات ديال دوك. والله يا ربي تسمح ليا، زعما انا يا نهار الاول شفتها اقسم بالله تنمر. سبلاتي وراه هي خاصة، والله راه ما خلتنا، راه هادي دات لينا كلشي، دات لينا كلشي، خلينا هوباك يلاه غنبداو مع التمرين. اش كاس ديري هنايا؟ شكون؟ شكون ندير هنايا؟ جالسه عليك انا لا سمح لي، والله بقى فيا الخزان لا بقى فيا ايوب. شوفي اش قالت على حنان، ولكن اللي كيبرد ليا قلبي هو ياسين، ياسين وايوب وهذاك سيمو صامو الفرشه، هذوك الجوج اللي كيبردوا ليا قلبي. سيمو عائلتها المفرقع كلهم كيقولوا شتي كيفاش دوز الاوديو فاش هضر معاهم،
قالها واش هذا رجل المرأة قالت له مرأة فاش قالها قالها وتحياتي سي الفرشة اه تحياتي تاع مول الفرشة قالت له بنت ديك اللي خصها الخنزة ديك اللي عنقها كحل تايا قالت له هذا راه مرأة بزاف عليك سي بزاف عليك مرضي الوالدين بزاف عليك مرضي الوالدين هذا صراحة شوفي مرضي وغزال تبارك الله ما شاء الله الدراري كلهم كنت غادي نطلع معاهم باش تعرفوا الحشومة غادي تقول لواحد مزيكاري يعني حشومة بنادم كاع وصلنا تواصل زعما حشومة تقولي لواحد غير واحد مزيكاري انا هو اللي يخدم فيديوهات خليه يربح بيهم باش يدير الدار انت عندك الفيلا يا المكملة انت عندك الناس عندهم العشب وعندهم الديور شنو عندها وانت عائلتك متبريين منك وبعد الخزان كمام مطحت مريضة جا كيجري اجي واجي وسمعوني سمعوني سمعوني عافاكم الاخوات سمعوني عافاكم الاخوات سمعوني وسمحوا لي واش عمركم شفتوا شي مرا بعائلتها ولا شي بنت بعائلتها بحبابها راه هذيك الشياطة على حبابها راه هذيك راه هذيك وقيلة هذاك السيد راه غير علم الله وقيلة شراته بحال والو قالت لك راه عندها 20 مليون باش دير مشروع لقات بكريشة وتراجعات على المشروع ديال 20 مليون وربا وما شتيش في المنبر الاعلامي قالت لي وانا عندي معاه قصه طويله وتلقى هي اللي كدير باش تفرق مع سعاد ما شكون اللي عارف حيت هذوك راه سميتو هذيك راه العفريته القرصيطه هذيك عرفتي هذيك الا ما عرفتي الا ما سمعتو مازال قصه ديال هذيك الا ما سمعتوها مازال اقرب وقت عقلوا فين قلت لها لكم اخوات والله هرمتيني حا سريعه هرمتيني حا سمعوني هرمتيني حا سريعه يحدو يوقو فضيحا اي نحي دور كرا انت دي انت حمريت اليوتيوب تاش كتسف السفود مينو عقل ما حمتني سريعه الشيطة على حبابها بابا عمرو نعرف واحد الحاجه واش ما عندهاش امها كتشوف هذا الشيء واش اخوها وباها تبري منهم وساخطين عليها لا واخو هذيك اختها اللي ديك اختها اللي كاينه دابا حاليا قالوا لكم اليوم وارتاحت من اخوات الحسيمه من اخوات الحسيمه علاش كتقولي غزينه وعلاش كتقولي على ما تنهيهاش واختها ملي خرجت من الحسيمه وارتاحت منها واخت السريعه وين اختي كتسمعي اللايفات واخت السريعه وفر ليا وهاون عاد قولي لاختك عيطي لها بالتليفون ياك الحمد لله دابا الويفي كاين هاون عاد السريعة انا كنقولها لك من هنا من وجدة الله يرحم الوالدين قولي لها حشمي 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 راعي 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 راه حنا مغاربة راعي وحشمي وديري الله يفوق منك قولي لها اختها ياك راكي اون انفيرميير تكوني الحمد لله عندك واحد الدرجة د الوعي وتكوني شوية قارية وتكوني كتحشمي وعندك بنياتك حيدي لها التليفون وقولي لها اشوفها السريعة بنانة مافيا بنانة جوجناك ارتاحينا منك وجمعي راسك الله يرحم الوالدين